السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قال مصدر دبلوماسي رفيع للنبأ اليمنية طالبا عدم الإفصاح عن هويتها أن الحوثيين قصفوا المملكة العربية السعودية بضوء أخضر من موسكو وبالتنسيق الوثيق معها كما يبدو من الموقف الروسي. وأوضح المصدر أن ذلك هو ما تمليها المصالح الروسية الاستراتيجية في الظروف الراهنة، فمن الطبيعي أن يصبح الحوثي حليفا جيدا لموسكو على المستوى الاستراتيجي. وتابع المصدر أن الهجمات الحوثية سبقتها تحذيرات روسية لدول الخليج من مغبة الانخراط في الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ضد موسكو على خلفية حربها مع أوكرانيا. والمح المصدر إلى إمكانية اعتبار موسكو بجماعة الحوثية في اليمن وتزويدها بتكنولوجيا الصواريخ المتطورة في حال لم تلتزم دول الخليج بالحياد، واستجابة الاختيارات التي قد تلجأ إليها أمريكا لسحب نفطها وغازها وتحويلها من الداخل نحو شرق آسيا والصين تحديدا إلى الداخل نحو أوروبا فقط بهدف منع الغاز والنفط الروسي من الوصول إلى أوروبا. وأكد المصدر أن روسيا أعطت الحوثيين ضوءا أخضر لمهاجمة السعودية من أن الجماعة لا تحتاج لموافقة موسكو أو غيرها ولا تبالي بردة فعلها، فلديها مبرراتها الواقعية الخاصة، لكن ما تقوم بها أصبح مصلحة مشتركة لها مع موسكو وتسعى لاستثماره جيدا في توطيد علاقتها مع روسيا بالإضافة إلى تحقيق أهدافها بكسر الحصار الخانق الذي تفرضه المملكة على واردة المشتقات النفطية إلى صنعاء.